بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرق والغيوم الثقيلة التي تزن ملايين الأطنان. وجد العلماء أن البرق لا يتشكل إلا في الغيوم الثقيلة، هذا ما أشار إليه القرآن في آية عظيمة ربط فيها الحق تبارك وتعالى بين البرق والسحاب الثقال. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشأ السحاب الثقال. سورة الرعد آية 12. إن هذه الآية لا يمكن أن تكون من تأليف بشر عاش قبل 1400 سنة، لأن العلوم كانت محدودة ولم يكن أحد من البشر يعلم شيئا عن البرق أو الغيوم الثقيلة، ولكن القرآن ذكر هذه الحقيقة لتكن شاهد على صدق كتاب الله تبارك وتعالى. والله أعلم.